ايه ده؟ 81؟ ده انا عايز 80. لو واخد عقلك يا عم ادم، ماشي يا هانا. يا استاذ بس استهدى بالله، بس استهدى بالله. في ايه؟ في بيقول ايه ده؟ في ايه ده؟ جوزك ده؟ لا مش جوزي. معلش استهدى بالله، استهدى. مش جوزي. ويت ويت يا خواجه، ويت ويت. اهدى بس يا عم خواجه. درينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك عشاني مش جوزي. طب ده بيت مين؟ ليت مي جست توك تو يو. بتعملي ايه هنا؟ طيب انا مهندسه نيلة ديكور، عملت له ديكورات في البيت وكنت جايه اخد فلوسي. يو اوت، يو ستاي. حيات امك. يو وانا ستيل ماي وومن. You want to steal my woman? Hey! بقول لك يا ابو شو، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا وبيقول لي الحاجه طلعت قلة. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار بصراحه. اه وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انتش شايفه جرم ازاي. بس انت متاكد ان الخواجه قال لك قلة؟ ايوه يا عم قال لي قلة. ايه ده؟ ده الباب مفتوح. هزار، بتمطر بيتزا كمان. اه صحيح. خواجة، ريتشارد، خواجة، ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك. الحق
الازرق. يلا بينا بسرعه يا شوقي، الحكومه جايه يا شوقي. بس اثبت. بقول لك ايه، الخواجه ده كان معكمهم. معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقول لك الحكومه جايه، يلا بينا يا شوقي. الله يخليك. وطي صوتك، دي فرصتنا وجت لغايه عندنا. بقول لك ايه، الموقف ده عايز رجوله، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعه. يلا يا شوقي استر هارب. عملناه ده يا شوقي، انا مش مصدق نفسي. وايه الجديد في كده؟ واحد وقلبناه. ايوه يا شوقي، بس ده مات مقتول. هو احنا اللي قتلناه يا جدع؟ كل الحكايه ان احنا قلبناه زي ما بنقلبه كل مره وهو عايش، ما فيهاش حاجه يعني لما نقلبه مره اخيره وهو ميت. انت شايف كده يا زميلي؟ انا شايف ان احنا ننسى الحكايه دي خالص، والفلوس والساعات دي نقسمها بالنص، ونحمد ربنا بقى ان احنا لقينا الفيديو ده قبل ما يقع في ايد اي حد، ونروح في 60 داهيه. انا خايف قوي يا شوقي، خايف قوي. ما تخافش وانسى الموضوع ده، انا مسحت كل بصماتي من الاوضه بالفوطه. المهم اوعى تكون انت لمست حاجه. انا انت ايه؟ انا مسحت بصمتي زيك بالظبط، وربنا يستر بقى يا شوقي. خلاص حط في بطنك بطيخه صيفي وانسى. واذا كان على الفيديو اهو 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 اهو، دشدشتهولك 50 حته. ربنا يستر يا شوقي. هيستر، بس انت تكتم خالص وتحط لسانك جوه بقك، فاهم؟ فاهم فاهم. تمام يا فندم، اتفضل سيادتك. طب روح انت. تمام يا فندم. يا باشا، احنا بعتنا نفرغ كل الاسماء اللي على تليفونه، وبعتنا كمان للشهود. اول ما نوصل لحاجه هنبلغ سعادتك. تمام سعادتك. أكدت مصادرنا مقتل مواطن أمريكي في شقته على يد مجهولين، وقد أبدت السفارة الأمريكية استياءها من الواقعة، وطلبت السلطات المصرية بسرعة البحث والقبض على الجناة. ده كده الحكاية وسعت قوي. وقد أفادت الأدلة الأولية بأن المشتبه به شاب يعمل في توصيل الطلبات بمحل للوجبات السريعة، واضح ان القتل كان بدافع السرقه، ويتضح ذلك من العبث الواضح بالادراك في جميع انحاء الشقه، وجاري البحث للقبض على الجاني. اهلا وسهلا يا بشوات، الاسم نور. العقيد سيف الحديدي. اهلا يا فندم. مقدم هشام مدكور. اهلا بيك يا فندم. تشربوا ايه حضراتكم؟ لا لا لا، مش وقت شرب. احنا مكلفين بمتابعه القضيه، وعايز اعرف تفاصيلها اول باول. واضح انها قضيه مهمه، بدليل ان حضراتكم مهتمين بيها بنفسكم. ده لسه جاي عنها خبر دلوقتي في التلفزيون. اوعدك ان القضيه دي مش هتطول. مبدئيا التحقيقات انتوا اللي هتعملوها، واحنا هنتابعكم. يعني افهم من كده ان الملف مش هروح عندكم؟ لسه مش عارفين. اصل دي مهما كان جريمه قتل عاديه، الحكايه كلها محسن بيه ان المجني عليه امريكاني، وسفرته عامله لنا دوشه وقلق حبتين. ما انت فاهم. مفهوم مفهوم.
عموما انا تحت امركم في كل طلباتكم. انا عاوز اعرف انتوا لحد دلوقتي وصلتوا لغايه فين، وعايزين ننسق الشغل ما بيننا هيمشي ازاي. اكيد يا فندم. بقول لك يا محسن بيه، انتوا استدعيتوا الشهود عشان تحققوا معهم؟ حصل يا فندم، وهنبدا التحقيق دلوقتي. لما لقينا الفزبه مرميه على الباب ولقينا البيتزا والكاب في مسرح الجريمه، ربطنا على طول ان عامل توصيل الطلبات له دخل بالجريمه. عملت تحريات عنه؟ سالنا جيراني الامريكاني واكدوا انهم فعلا طلبوا اوردر البيتزا لكن ما جالهمش، ولما اتصلنا بمحل البيتزا اكدوا لنا ان الاوردر فعلا طلع من عندهم على العنوان ده. طيب ما الموضوع شرح نفسه يا محسن بيه، الواد ده قصتنا. اسمه ايه الواد ده؟ اسمه ادم عبد الحي. ادم عبد الحي؟ كلمني عن احساسك الان يا شنبي. الواد زي الفل. ها طبعا محسن بيه، احنا هنروح نقابل مساعد الوزير وهنرجع تاني. انت باشا ارتاح حياتك براحتك، وما تمشيش الشهود عشان لما نرجع انا وسيف بيها نبص عليهم. تحت امرك يا فندم. عن اذنك. يا بنت انت اصلا مسجله اداب، وانا لو عايز احبسك اروح امك احبسك من غير اي حاجه خالص. طبت وبطلت وحياتك يا باشا. امال تليفونك كان بيعمل ايه على تليفون الامريكاني؟ امريكاني مين سعادتك؟ ريتشارد يا بنت. ريتشارد اعرفه. بس معرفه عاديه يعني. وما تعرفيش اروح امك ان اتقتل بعد ما كلمتيه بساعه؟ ده هو اللي كلمني يا باشا وكان عايزني اروح له، بس ما روحتلوش. ما انا قلت لسعادتك ان انا تبت. عندك شهود على الكلام ده؟ طبعا يا باشا، ناس كنت قاعده معاهم. مين يا بنت؟ فيصل ونواف. لا طالما فيصل ونواف يبقى انت فعلا تبتي. قولي لي يا ناسي، انت ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ مفيش، انا مهندس. نانسي ممكن تقلع النضاره لو سمحتي؟ ها قولي لي بقى، ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ انا مهندسه ديكور، وكنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا عن شغل عملته له لفيلته الجديده. رحت له الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30 8. وقعدت عنده قد ايه؟ مش كتير، تقريبا ربع ساعه. اخدت فلوسي ووراني شويه اكسسوارز للفيلا الجديده ومشيت على طول. طيب ما لفتش نظرك حاجه غريبه؟ لا. يعني وانت خارجه من الباب ما لمحتيش فيسبه توصيل طلبات للمنازل واقفه قدام الباب؟ لا ما خدتش بالي، ما ركزتش يعني. ما ركزتيش يعني. ماشي يا انسه. مش انسه برضو ولا انا مش واخد بالي؟ شكلك زعلان عليه قوي، واضح انه كان غالي عليكي. هو مين ده؟ ريتشارد. طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفتره قصيره ومات هتزعل عليه، خصوصا لو كانت قتل. ماشي ماشي يا نانسي. حق الله يا باشا، اصل ريتشارد ده كان جدع طيب ابن حلال. الله يرحمك يا ريتشارد. سبحان الله، ده انا لسه كنت عنده يا باشا. وكنت عنده بتعمل ايه؟ اصل المرحوم الله يرحمه يعني كان متعود ياخد من عندنا من المحل بيره بالكراتين. بيره؟ ايوه يا باشا، ما انا اصل سعادتك يعني شغال في محل بيره. ايوه بس انت مكتوب في البطاقه سباك اروح امك. ايوه يا باشا، ما انا كنت شغال فعلا سباك، بس اكل العيش بقى يا باشا يعني، كنت عايز انطق من نفسي بقى. رحت له الساعه كام بالظبط؟ تقريبا 8:30 يا باشا. اصله سعادتك كان طالب مني طلب مخصوص وانا جبته له، اصل ده زبوني. زبونك كان طالب منك ايه يا ابو الشوق؟ ازازه تكيلا يا باشا، وانا جبتها له مخصوص من السوق الحره. بس الله يرحمه بقى كان مزاجه عالي قوي، كان غاوي تكيلا وليمون. اتفضلوا.
الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم ما لهمش اي لازمة. احنا قدام لغز كبير وحل اللغز ده في ايد اتنين ما لهمش تالت، ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. ادم عبد الحي كده كده معنا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات ادم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمة جدا. ايوه بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقة مدممة مستقرة في الباب من فصيلة غير فصيلة المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخد طلقة وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الرجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه باشا، بس في تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحة المستعملة في الجريمة ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيرة بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟ عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقة ومعهوش حتة سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجة. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التأمين اهو. هو ادم عبد الحي واضح ان الواد ده محترف. اه هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام، وبعدين الواد مش لوحده، اكيد معاه عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه ببيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. اه ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. هي دي بقى معلومة مهمة جدا. تفتكر يا شامبي سرق الهارد ديسك ليه؟ أكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الإدانة. شفتلكم مفيش غيره، هو آدم عبد الحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد إذنك يعني، مش شرط عشان بصماته موجودة في البيت يبقى هو. الله، طب ما نانسي ليها بصمه على اكره الباب، والسواق والبواب كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت، ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المجني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه بيدخلوا الاوردر بالفيس لغايه اوضه النوم؟ جايز جايز يا سيبي، بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. ماشي يا ابن صبره.